إلى دبي مع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. صباح الخير لك لينا. صباح النور، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. هل لك أن تطلعينا على آخر تحركات الدولار مقابل سلة العملات الأساسية عندما نتحدث عن أسواق مختلفة لا سيما الأوروبية وأيضا أسواق آسيا بشكل عام؟ نعم، بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي أنهى جلسة يوم الجمعة على ارتفاع، وذلك لعدة عوامل. طبعا المخاوف من أوميكرون أدت وارتفاع عدد الإصابات بالمتحور، وتم إثبات ارتفاع عدد الإصابات حسب منظمة الصحة العالمية في 83 دولة. نشاهد إجراءات تشددية سواء كانت في هولندا إغلاقات كاملة، نتحدث عن إغلاقات في عدد من الدول الأوروبية وأيضا في إصابات في الصين. فكل هذه المخاوف ضغطت على الأسواق بشكل عام، الأسواق الأمريكية، وشفنا كيف وول ستريت تراجعت. بالتالي استفاد من هذا الارتفاع الدولار الأمريكي الذي ارتفع في يوم الجمعة رغم المخاوف أوميكرون بسبب السياسة التشددية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيكون هناك حسب الدوت فلوت بيكون رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات سيكون في عام 2022، ورغم تحدثه عن التضخم الذي متوقع أن يستمر في هذا في الارتفاع، لكن جيروم باور رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي ذكر بان مخاوف اوميكرون ربما تؤثر على التباطؤ على الاقتصاد بشكل عام او الاقتصاد الامريكي، فبالتالي يجب مراقبه تلك التاثيرات وتاثيرات اوميكرون على النمو الاقتصادي، واي تاثيرات او مخاوف فهذا سوف طبعا يؤثر على رفع اسعار الفائده. لكن بتقليص برنامج شراء السندات والتوقعات برفع اسعار الفائده بتقليص برنامج شراء سندات بواقع 30 مليار دولار شهريا، كله داعم لمؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع، وأنهى يوم الجمعة هذا الارتفاع. لكن المخاوف والقلق تشوب الأسواق بشكل عام نتيجة المخاوف من أوميكرون. نعم، المخاوف تحديدا تتركز في القارة العجوز نظرا لحساسية يمكن موضوع اللقاحات والإغلاقات. كيف ترين أداء اليورو بالنسبة ل الدولار أيضا، وأخذا بعين الاعتبار أيضا أداء الاقتصاد وأيضا إعلان الاتحاد الأوروبي عن يعني رفع الفائدة؟ نعم، بالنسبة لأوروبا يعني هناك بالاجتماع الأخير هناك تقليص لبرنامج شراء الطوارئ سوف يكون بالغ ب 1.85 تريليون دولار، سيكون في نهاية مارس المقبل وبداية التجديد بعد ذلك بعد نهاية مارس، ربما أن يكون رفع أسعار الفائدة. التضخم مرتفع بشكل عام، عم يرتفع، يراقب البنك المركزي الأوروبي الارتفاعات إذا استدام هذا الارتفاع فوق 2% فوق مستويات البنك المركزي الأوروبي. ما زال هناك مشاكل بشكل عام عم نشوفها من ناحية القطاعات، مو القطاعات في أوروبا. الدولار الأمريكي ارتفاعاته عم بيأثر طبعا على اليورو، رغم أنه يعني رغم الأخبار كانت الإيجابية من يعني التي تدعم بعض شيء اليورو، لكن هذا عم بيخلي أنه قوة الدولار الأمريكي بالتالي عم تضغط على أو تسبب بعض الضعف على اليورو. ولا ننسى أنه الإغلاق تجديد الإجراءات التشددية، وربما يكون هناك تجديد إجراءات تشددية في أوروبا بعد يعني هولندا وإعلان الإغلاق الكامل، هذا بيأثر أيضا على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى أنشطة الأعمال بشكل عام. فسوف يتم مراقبة البيانات الاقتصادية، وأي إغلاقات سوف نشاهدها في دول منطقة اليورو لن يكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في القارة العجوز. لينا قنوع من إكويتي جروب في دبي، شكرا على كل هذه المعلومات. صباح الخير.